اللقاء مع الكابتن احمد الجرحي المدرب العام مع سلا حامد. اتفضل يا سلا. حاليا انا معايا الكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال. الكابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه ابارك لك طبعا على المباراه اللي النهارده. شايف المباراه النهارده ازاي، وطبعا اداء لاعبي النادي الاهلي امام نادي الزمالك النهارده؟ الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كابتن طاهر رجب وكابتن سرعاوي وكابتن هيثم، الحمد لله على المكسب. بس قبل المكسب احب يعني اهني فريق كره اليد امبارح على الفوز ببطوله الدوري، غايب عنا بقى فتره. كان واضح لكل الناس ان الفرقه ماشيه بخطى ثابته. حي كابتن خالد العوضي على مساندته ورجوع الهاندبول طبعا، لان دي حاجه محسوبه له قبل اي لعبه، لان دي لعبته. فكلنا فرحانين جدا بفريق الهاندبول، وتحيه خاصه مني لحميد امبارح على الماتش الكبير اللي هو قدمه، وهيما برضه اقول له وشك حلو، يعني رجوعك للنادي في منصب المدرب العام في النادي. فكل حاجه امبارح كانت حلوه الحمد لله، فان شاء الله كده يكملوا على الخطوات دي، وان شاء الله كلنا كده نفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. بالنسبه لماتش النهارده الحمد لله، يعني اللعيبه اتعلمت من ماتش امبارح، بدانا بدايه افضل، الناس كلها كانت بتدافع بطريقه كويسه، التعليمات اتنفذت بنسبه يعني نقول 75% النهارده، في عندنا احسن مستوانا هيعلى ان شاء الله من المباراه الاخرى، نبدا نجهز للمراحل الحاسمه في الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن احمد طبعا احنا شفنا النهارده، يمكن طبعا كالعاده كابتن او مستر جاسي بوش عامل روتيشن ما بين كل لعيبه النادي الاهلي، يمكن كمان كان في فرق كبير جدا في النتيجه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. شايف المباراه النهارده ازاي، واداء لعيبه النادي الاهلي طبعا من اول كوارتر لحد رابع كوارتر، واكيد استعداداتكم للمباراه القادمه؟ بصي احنا ما بنبصش النتيجه، خلينا بس نقول النتيجه، احنا بنلعب فريق كبير نادي الزمالك وجهاز فني محترم بقياده كابتن مرعي. السكور مش هو الحاجه اللي بتعنينا قوي في الملعب، قد ما الاداء بتاعنا بيعنينا، ان السكور بيجي من خلال الاداء في الباسكت. فدايما بنبقى مركزين على ادائنا، تعليمات واحده من بدايه الماتش لنهايه الماتش على اسلوب اللعب بتاعنا، طريقتنا في الدفاع، طريقتنا في الهجوم. يعني بقول لنادي الزمالك النهارده هارد لك يعني، والحمد لله، ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي هو بصراحه يعني جمهور عظيم. يعني في رمضان الدنيا صعبه جدا الناس توصل لبرج العرب هنا، نشكر الاداره طبعا وفرت لهم اتوبيسات، بس في ناس برضو جايه من اسكندريه فعلى حسابها شخصي، فيعني بيتحملوا ان هم يروحوا بعد الماتش، ان هنا الطريق صعب جدا. فبشكرهم نقول لهم يعني انتوا المكسب ده ليكوا، ودايما انتوا اللي بتفرحونا قبل ما احنا نفرحكم. كابتن كنت عايز اقول لك ان هم فعلا المصدر الدافع الكبير النهارده شفناه في المباراه لعيبه النادي الاهلي، يمكن كمان شفنا مع دخول لعيبه نادي الاتحاد السكندري الكل يعني هتف لاسلام طبعا رحمه الله عليه، هتف له طبعا باول ما دخل كل لعيبه نادي الاتحاد السكندري. فشايفين يعني كان الجمهور النهارده ظهر بشكل مشرف اكيد للنادي الاهلي، وكان دافع كبير جدا لكل اللعيبه. اكيد طبعا، يعني طبعا الاول بنقول الف رحمه على اسلام طبعا، وربنا يصبر اهله وكل حبايبه يعني واسكندريه كلها، ويصبرنا كلنا ان الموقف كان قدامنا كلنا. بالنسبة للجمهور، الجمهور لو مش موجود في ماتش امبارح بحالة الفرقة امبارح ما تقدريش تكسبي الماتش. اللي ادى الطاقة للعيبة وللجهاز ولينا كلنا نرجع ونفوز بالمباراة امبارح بالذات هو الجمهور طبعا رقم واحد، والنهارده من أول دقيقة هم مساندينا، بنشكرهم ودايما كده في ظهرنا إن شاء الله، وإن شاء الله مستنينهم كده في حسن مصطفى في بطولة أفريقيا يمروا الصالة ويوروا كده كل فرق أفريقيا جمهور النادي الأهلي عامل إزاي. كابتن وعايز اعرف برضه منك استعدادات بقى الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الاثنين. النهارده هنبدا ريكفري على طول جوه في اوضه اللبس، وهنروح هيبقى في سحور عادي، هيبقى في صيام، هيبقى بعد كده بكره في فيديو ميتنج نشوف اخطائنا اللي حصلت، هيبقى في تدريب بعد المغرب ان شاء الله كده، هيبقى على الساعه 9 هنشرح فيه برضه اخطائنا، ونقدر يعني نشوف ايه اللي احنا غلطنا فيه ونصلحه، الروتين العادي بتاعنا يعني بتاع كل ماتش، ونبدا نستعد لماتش بعد بكره ان شاء الله. مبروك يا كابتن احمد، وبالتوفيق ان شاء الله في مباراه يوم الاثنين، وان شاء الله يوم الاثنين تكون مباراه الحسم ان شاء الله، تاهل النادي الاهلي لمباراه الفاينل يا رب ان شاء الله يا رب. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، ده كان اللقاء مع الكابتن احمد الجرحي في كوريدور اوض اللبس بعد المباراه. الحقيقه احنا في استوديو الابطال هنا بنقدم خالص التعازي في وفاه طبعا مشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام، اللي طبعا توفى بعد اصابته في مباراه السوبر المصري في صاله دكتور حسن مصطفى بعد اصابته القويه اللي تعرض ليها، وكان كل الفتره دي وكان في العنايه المركزه الحقيقه بقاله يمكن اكتر من شهرين. خالص التعازي، ربنا يرحمك يا اسلام ويصبر اهلك، وخالص التعازي لمجلس اداره طبعا نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد وشعب اسكندريه كله الحقيقه، كل جمهور يعني نادي الاتحاد الحقيقه
اكيد هم زعلانين. وشفنا حتى لعيبه الاتحاد وهم داخلين لابسين تيشيرت عليه اسلام، اسلام عمرنا ما هننساك يعني، رحمه الله عليك وربنا يصبر اهلك ويصبر طبعا كل اللي بيحبوك. وانا لله وانا اليه راجعون.